السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 109 من سورة المائدة. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا، فصرفهم الله تعالى عنكم وعصمكم منهم. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيأتي ذكره قريبا، وأقام عليهم 12 رئيسا، كل رئيس يكون ناظرا على من تحته، وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل، وأعطيتم زكاة أموالكم، وصدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم، وعظمتموهم ونصرتموهم، وأنفقتم في وجوه الخير، فإذا قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها، ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها. فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكب طريق الحق عالما عامدا. يقول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم
قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظة. يحرفون الكلم عن مواضعه بالتبديل لألفاظه وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم، وتركوا العمل ببعض ما ذكروا به. ولا تزال يا أيها الرسول تكتشف منهم خيانة الله ولعباده وللمؤمنين، إلا قليلا منهم وفوا بما أخذ عليهم من عهد، فاعف عنهم ولا تؤاخذهم واصفح عنهم فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين. من فوائد الآيات: واحد، من عظيم إنعام الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر وضررهم. اثنين، أن الإيمان بالرسل ونصرتهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه المطلوب سبب عظيم للحصول على معية الله تعالى وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة. ثلاثة، نقض المواثيق الملزمة بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقساوتها. أربعة، ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله إليهم من كتب سماوية. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات: الآية رقم 11، كلمة يبسطوا إليكم أيديهم يعني يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك. الآية رقم 12، كلمة نقيبة يعني أمينا كفيلا. كلمة وعزرتموهم يعني نصرتموهم أو عظمتموهم. كلمة قرضا حسنا يعني احتسابا بطيبة نفس. الآية رقم 13، كلمة يحرفون الكلم يعني يغيرونه أو يؤولونه بالباطل. كلمة ونسوا حظا يعني تركوا نصيبا وافرا. كلمة خائنة يعني خيانة وغدر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.